التلفزيون العماني يقدم سهرة على التليفون. يا هلا بكم. مشاهدينا الكرام، بالحب نلتقي مع مكالماتكم الهاتفية عبر هذا البرنامج الأسبوعي سهرة على التليفون. سهرة على التليفون معك. ماذا تتوقع لجريدة عمان في المستقبل؟ والحقيقة أنا بتوقع لها أن هي تكون على مصاف الجرائد العربية الكبرى. ألو، سهرة على التليفون معك. أعزائي المشاهدين، إلى أن نلتقي في حلقة قادمة، نتمنى لكم كل خير وسعادة، وتصبحون على خير. سهرة على التليفون. يا هلا بكم.